المناسبة فليتفضل مشكورا. توقيع اتفاقية شراكة بين المحافظة السامية الأمازيغية هذا اليوم هو عبارة عن كنقطة من أساتذة وكذلك أصدقاء المحافظة السامية الأمازيغية، دون أن ننسى طبعا الجائزة الدولي للصحافة بإشراف إن اتفاق اليوم سيسمح بمساهمة قطاع الاتصال عبر المركز الدولي للصحافة في ترقية الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية وتوسيع توظيفها وحضورها الإعلامي باعتبارها مكونا جامعا للهوية الوطنية وأداة فعالة لأداء رسالة الإعلام والاتصال. إن هذا الإعلام الذي كان دوما وفيا لقضايا الوطن سيؤكد مساهمته الاحترافية في إنجاح المواعيد الكبرى التي تتأهب بلادنا لاحتضانها. ومن شأن هذه المساهمة تفويت الفرصة على أعداء الجزائر الذين يوظفون الإعلام الافتراضي للإساءة إلى بلادنا، خاصة عن طريق بث المعلومات المغلوطة والخاطئة وترويج الأخبار الكاذبة والتعتيم على الإنجازات المحققة في مختلف المجالات. يهدف هذا العمل المشترك إلى تكريس الصفة الرسمية الدستورية للأمازيغية من خلال تحديد سبل إدماجها الناجح والتام في المنظومة الوطنية للاتصال، ليكون متجانساً مع أحكام قانون الإعلام الجديد. وعليه فإن مثل هذه المبادرات تعتبر ترجمة واضحة للمكتسبات الجديدة التي حققتها الأمازيغية كعنصر من عناصر الهوية الوطنية وفقاً لدباجة وأحكام الدستور. يدخل هذا الاتفاق في النظرة والاستراتيجية الجديدة التي ينتهجها المركز الدولي للصحافة، وذلك بربط علاقات عمل وتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات لإعطاء ووضع تحت تصرفهم خبرة المركز الدولي للصحافة في المجال السمعي البصري، وأيضاً في تبادل خبرات التكوين.